الشرح بقصة المقطع تبدأ من فين؟ يبدأ من هنا مومياء توت عنخ آمون داخل المحفة على سرير التحنيط وهي بتتنقل على مركب من البر الشرقي عالم الأحياء للبر الغربي عالم الأموات. بعض من الأهل وأقاربه ماسكين الحبل بتاع المركب عشان يعبر إلى البر الغربي. بنلاقي هنا آي، بنلاقي هنا الجاهل بيعمل عملية طقس فتح الفم لتوت عنخ آمون. طقس فتح الفم دي في منتهى الأهمية. طقس يعني إيه؟ بيقول له إيه هنا؟ أنا هفتح بقك عشان تاكل، هفتح عينيك عشان تشوف، هحرك إحساسك ومشاعرك عشان تسمع وتشم، هحرك رجلك عشان تمشي وتدافع عن نفسك ضد الأعداء. المنظر الثاني بنلاقي هنا توت عنخ آمون قدام نبي بيت يعني سيدة السماء. المنظر ده دي علامة مهمة جدا، ده حرف النون اللي هي موجة البحر. حرف النون وحرف النون الاثنين يسموا نيني. نيني نيني يعني وجه، مرحبا 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 بك إلى العالم الآخر. توت عنخ آمون قدام إله أوزوريس إله الموتى في العالم الآخر، وخلفه هنا القاء القايين. هنا بنلاقي ما يسمى الساعة الأولى من ساعات الإميدوات البابونز، مش القردة مش القرود، دول البابونز. إيه اللي مكتوب؟ مثلا بيبي إفي دحدح عايز تقول إيه؟ عايز أقول إنه قدام كل بابون كل يرد فيما يسمى بالباسورد. دي مهمة جدا دي. روح المتوقع عشان يعبر إلى العالم الآخر هيسأل قدام كل ساعة تحت الاسم، فهيقول له اسمي إيه؟ روح المتوقع المفروض تجاوب على السؤال وتجيب الباسورد كلمة السر، يقول له اسم الساعة دي إيفي. يقدر يعدي على الساعة الثانية، الساعة الثانية يلاقي كلمة تحت يقول له تحت، يقدر يعدي على الساعة الثالثة الرابعة الخامسة الستة. بعد 12 ساعة عدى، ودول ما يسموا الساعة الأولى من ساعات الإيميدوات اللي هي عبارة عن 12 قرد ب 12 ساعة، كل ساعة لها اسم. طب إذا فلح مهم جدا هنا، خلاص روحه تندمج مع الخمريين. إيه هو الخمري ده؟ الجهران، ويصعد إلى العالم الآخر. طب وإذا لم؟ بصوا أول إله عندنا أول حرف من فوق نون، الثاني حرف، الثالث سين اللي هي كلمة نحس. نحس اللي احنا بنستخدمها حاليا ونقول نحس، دي كلمة مصرية قديمة من كلمة نحس. كلمة نحس معناها إن هو لو أخفق في ذكر ال 12 اسم أو 12 باسورد من 12 ساعة معناها إن هو ملوش عبور للعالم الآخر. بعض المناظر هنا بتورينا ان مفيش نقوش. ايه؟ مفيش نقش غائب ولا بارز، كلها رسومات. هنا الفرق. طب ايه اللي حصل؟ لما مات توت عنخ آمون في وقت غير متوقع ما كانش عندهم الا فتره قليله. بدل ما ينقش كنقش غائب او بارز كنوع من انواع السرعه ابتدى يرسم. طب معروفه الالوان. الالوان كانت بتيجي لون ابيض من الحجر الجيري، اللون الاصفر من حاجه اسمها الريد اوكر، اللون الاحمر سوري الاصفر من الريد اوكر من الير اوكر، الاحمر من الريد اوكر، من الازرق الفاتح من التركواز، الازرق الغامق من لابس ندري اللازوارد، الاسود من الفحم. المهم انه كان يخلط الالوان دي بحاجه تسمى ايج وايت او زلال البيض. لما حصل ان الالوان دي عملها بطريقه سريعه ما تعالجتش كيميائيه كويس عشان وفاه توت عنخ آمون بسرعه، ادى الى بعض التفاعل الكيميائي، وده تلاحظه من النقط البنيه الصغيره دي تفاعل من نوع من انواع البكتيريا زادت وانتشرت فتره توت عنخ آمون، بنتكلم على 3300 سنه.
لما جه برج الفيل ابتدى يدرس الكلام ده كله، لا الحمد لله مش عايشه ما مش بتنمو، كانت بتاكل في بعض النموش والالوان. لو بصينا للسقف هنلاقي بقايا الازميل اللي كان بيستخدمه المصري القديم في قطع المقبره. بقايا الازميل، واضح تمام ان المقبره unfinished او غير مكتمله. هنا التابوت، انا قصدي الكوارتزايت الحجري اللي كان جواه التابوت اللي تم دهنه، وحاليا الحاله اكثر من رائعه في المتحف المصري الكبير. غطى التابوت من ساعه الاكتشاف وهو موجود هنا في مكانه، في تعليمات صدرت من معالي الوزير برفع التابوت، برفع غطى التابوت وعقده الى مكانه. ده هيبقى لاول مره محتاج نوع من انواع التدعيم، محتاج نوع من انواع الترميم، محتاج شغل هنا في منطقه الفقد اللي موجوده، لكن ان شاء الله قريبا جدا هيتم اعاده وضع هذا الغطاء الى مكانه كما كان عند المصري القديم. وشكرا ايها السيدات والساده.